المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإحسان. معنى مرتبة تمو إمور مرتبة دينة كم ينقل. الإحسان ركن واحد. معنى أنه مو ينقل نكان يوم كتوجر قوات التنجي. لكن تحت هذا الركن إما عبادة مشاهدة، عبادة رغبة، عبادة حب وشوق فيما عند الله. أقوى دافع يدفع المرء لهذه العبادة الرغبة والحب والشوق فيما عند الله، هذه عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتفطر قدمه ويقول أفلا أكون عبدا شكور. أقوى دافع يدفع العبد هو الرغبة والحب والشوق فيما عند الله. يونو كتوغل غوتا كرنغل توغل غوتا دونو بدا يبوينو دا يليتون أرانون دونكو ريغو ألا إمور دي يدو غول إكو جيغ غولان دي الله سبحانه وتعالى كو أنا بابين قرنو يهوتو دي e o martaba do ko dum don jeya ko burta dunyude neddan keewon imorde yewgol hanno e rewgo Allah subhanahu wa ta'ala rewgo Allah imorde giggol kanyuma e yidugol ma ko annaba woni ko hewtuno do ko اذا لم نستطع الوصول الى هذه المرتبه لا يمكن اخرج عن المرتبه الثانيه فان لم تكن ترى فانه يراك عباده خوف وهرب تسمى عباده المراقبه يونستاينوني اواه هيوتا امرتم انبا بهيوتتون هاري يو ليدون ليجون من ريور الله سبحانه وتعالى ويستيه رينيمو ارانو انتو كو ريور الله واستيه جوني ارينا بو الله سبحانه وتعالى امورد كون استيوني هيوتال دون هاري تيبو مرتبه يمورون ما ديمون رينا غول اندا ولا ما الله سبحانه وتعالى نورينوما والله اعلم.